كوبروسي بالتأكيد، مارتن ماركوفيتش المركز الثاني والميدالية الفضية من كرواتيا، والبرونز قال لدانييل فورتولا البطل من مونتينيجرو. الآن نذهب لآخر السباقات اللي موجودة معانا النهاردة على مستوى المدمار وعلى مستوى الميدان، وخلاص آخر ما تبقى من اليوم الأخير في منافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المغرب، تركيا، تونس، سلوفينيا، إيطاليا، فرنسا والجزائر، منتخبات مشاركة في نهائي التتابع 4 في 400 متر عدوا للرجال. الفريق الجزائري أمامنا هنا، بنجاما هو اللي هيكون لاعب ستارت 400 متر الأولى. الفريق الفرنسي وفريق قوي جدا هيكون فيما بينه وبين الفريق الإيطالي منافسة قوية. أدي لودفي ركز على المنتخب الوطني الجزائري أن يركز في هذه الهجمة. لحظات كبيرة وشد الأنفاس قبل انطلاق سباق التناوب أربع مرات 400 متر عند الذكور. حتى احنا عندنا ضغط كبير علينا حسن الذي يخيم على الملعب قبل الانطلاق. نذكر أن المناوب الجزائري الأول هو عبد النور بن جمعة صاحب الميدالية البرونزية في سباق 400 متر يوم أمس، وينطلق الآن السباق. سباق 400 متر المنتخب الجزائري موجود في الرواق الأول ومتبوع بالمنتخب الفرنسي ومنتخب إيطاليا، منتخب سلوفينيا في المركز الرابع. بن جمعة الآن في 200 متر الأخيرة دائما في المقدمة، لكن متبوع بالفرنسي عن قرب المنتخب الفرنسي. بن جمعة سيبقى في المقدمة أمام المنتخب الفرنسي ومنتخب إيطاليا. بن جمعة دائما في المقدمة وسيسلم الشاهد الأول للمناوب الثاني محمد جواند. في المركز الأول والمنتخب الفرنسي الآن يأخذ الأسبقية في هذه اللحظات بالمناوب الثاني ناليالي. إذن هو الذي في المقدمة، وجواند الآن يحاول تدارك ما ضاع منه قبل قليل. جواند في المركز الثاني وسيعود إن شاء الله في الأمطار المتبقية، والآن يقترب من المناوب الفرنسي محمد علي جواند في المركز الثاني دائما إن شاء الله في الأمطار الأخيرة. نعم يتمكن جواند من أخذ المقدمة ويحاول الآن رفع الفارق ويسلم الأول شاهد لعبد الملك لاولو. لاولو الآن ينطلق في المركز الأول متبوع من منتخب إيطاليا ومنتخب فرنسا في المركز الثالث. دائما الجزائر في المركز الأول، نذكر أن الجزائر هي صاحبة الرقم القياسي المتوسطي منذ ألعاب باريس سنة 1997. عبد الملك لاولو دائما في المركز الأول، فيها عودة من المنتخبين الإيطالي والفرنسي، لكن عبد الملك لحول بشجاعة كبيرة يبقى صامد وفي المركز الأول دائما المنتخب الجزائري. نعم عبد الملك لحول يزيد في السرعة ومنتخب وعودة المنتخب الإيطالي والفرنسي، ولاولو دائما في المركز الأول ومنتخب الإيطالي الجزائر دائما الأول. الإيطالي الجزائري المناوب الأخير وسليمان مولا الذي ينطلق. سليمان مولا في المقدمة دائما ويحاول الآن في رفع السرعة، دائما فيه فارق طفيف لصالح المنتخب الوطني
وراء منتخب إيطاليا ومنتخب فرنسا. المنتخب الجزائري دائما في المقدمة ويواصل حتى النهاية على هذا الرتم إن شاء الله. وبدون شك أن مولى سليمان سيهدي الجزائر رفقة الرباعي هذه الميدالية الذهبية التي ستكون الثانية للجزائر. رائع المنتخب الجزائري وأجمل ميدالية. نعم المنتخب الجزائري يحافظ على التقاليد ويفوز بالميدالية الذهبية. هنيئا للجزائر بهذه الميدالية الرابعة للجزائر، ميدالية ذهبية ثانية في هذه الأمسية التاريخية. نعم نهاية كانت مسكا للمنتخب الجزائري وللجزائر، وميدالية ذهبية رائعة أمام هذا الجمهور الرائع. كذلك منتخب الجزائر لل 400 متر كان من ذهب واستحق الذهب، وتابعتم ذلك معنا سيداتي سادتي وعلى المباشر. كل واحد عمل الدور تاعه، كل واحد عمل الدور تاعه في السباق هذا. نظن اليوم الابطال تاعنا سيفرحونا، وانا قلت لك حسن ان كان عندي احساس كانوا في الموعد وفي حسن الظن كما تابع وامل الجميع. وها هي الميدالية الذهبية الثانية فقط في هذا، والخامسة للجزائر في هذه الدورة. والجزائر يعني الحصيلة التي نعادل بها ما سجلناه دريس في دورة تونس، 5 ميداليات ذهبية، مشاركة جزائرية رائعة في هذه الدورة. أنا قلتها حسن وما زلني نقولها، أمام جمهور مثل هذا مستحيل أنك تخيبه. نعم. واليوم لأنه اليوم سباق القلب حسن. العدائين ما قصروش دريس. ما قصروش والله، عملوا المجهودات في تاعهم. كل المسابقات التي أيوة. تابعناها وشاهدناها. نظن اليوم حال كان الافراح تدوم. كان حسن اختيار جيد اليوم للاربع العدائين هذو، ونظن الحمد لله انه الوفد الجزائري الان امس كانت اجتماعات الحمد لله وفقنا لنسبه كبيره بنسبه كبيره. ولما لا نشارك بهذا الرباعي في البطوله العالميه؟ لا قادر يشارك حسن، قادر يشارك ولما لا، لكن الوقت فات على كل حال لتحقيق لازم نفكر لازم نفكر في المستقبل، لانه فيه عده منافسات دوليه. لازم نحضر الفريق هذا بطريقة جيدة، لأنه فريق تاع القلب، فريق ممتاز. وشفنا 400 متر الأخيرة تاع مولى سليمان اللي عمل سباق 400 متر قوية، وما لازمش ننكر العمل اللي قام به بن جمعة ولا عبد الملك لحوله، وخاصة جواند اللي رجعنا في المركز الأول. نعم أيوة. جواند بفضله يعني المنتخب الوطني تمكن من استرجاع المركز الأول. نذكر دريس بتوقيت السباق، الجزائر في المركز الأول 3:43، يعني قريب جدا من الرقم القياسي العالمي الذي الوطني. لكن نعم. كانوا قادرين يحطموا الرقم القياسي الوطني. نعم. لماذا؟ لأنه كان سباق تكتيكي حسن، ما لانه كان لازم تسير وتعطي المولى سليمان، تعطي له المركز الاول. نعم. ايوه هذا هو في بعض الاحيان. اليوم نقول لك فريق هذا قادر يحطم رقم القياسي الوطني، ويقدر يعمل حتى 3 دقائق او ثانيه ان شاء الله. المنتخب التركي كان في المركز الثاني 3:04:55، المنتخب الايطالي في المركز الثالث 3:04:55 جزء من المئه. فرحه كبيره في المدرجات وتجاوب كذلك العدائين، واجمل ميداليه حسن. نعم. امانه انا نقولها كلها كانت جميله دريس بصراحه. كل ميداليه جميله ولكن هذه عندها طعم خاص. نعم. نقولها لك بصراحه لانها كانت العوده في هذا الاختصاص للتتويج المتوسطي منذ العاب باري سنه 97. هنيئا والف مبروك اذا للجزائر بهذا التتويج، ونحن في غمره الاحتفالات بستينيه عيدي الشباب والاستقلال. احسن هديه تقدم من الشباب الرياضي الجزائري للشعب الجزائري وللجزائر، هذه التتويجات من اعلى مستوى. صحيح حسن، صحيح. اليوم نحس انه المنتخب الوطني العاب القوى رجعت بقوه، والحمد لله هذا هو اهم شيء. حتى احنا ساهمنا في سباق 4 مرات 400 متر حسن. انا عملت معهم اجتماع امس وكنت كلمة